ازيك يا صفية، عاملة ايه؟ حلوة السافانا دي يا صفية، بس ايه الأشجار العالية اللي هناك دي؟ ليه كل الأعشاب قصيرة قوي كده والأشجار بس هي اللي عالية؟ اسمها ايه الأشجار دي؟ برافو عليكي ان انتي خدتي بالك. ايوه، احنا دلوقتي في غابات السافانا، دي أعشاب قصيرة قوي، والأشجار العالية قوي قوي دي اسمها أشجار الصمت. اسمها أشجار الصمت، دي عالية خالص خالص، وهقولك حكايتها دلوقتي. أيوة قوليلي، هي ازاي عايشة والبيئة هنا جافة مفيهاش مية؟ دي مش بتمطر خالص هنا، نص السنة كل 6 شهور بتمطر مرة، ازاي هي عايشة مع ان المية قليلة وفي مشكلة مية؟ درجة الحرارة معتدلة بس عندنا مشكلة في المية، هي ازاي قادرة تعيش هنا؟ بصي يا ستي، اول حاجة في اوراق صغيرة خالص فوق الشجرة دي، يعني من فوق ورقها صغير قوي، فبتخليها تحتفظ بالمية، يعني تحافظ على المية جواها، وطبعا الاوراق الصغيرة دي بتخليها تعمل الغذاء بتاعها، يعني الأوراق الصغيرة بتحافظ على المية وبتخليها كمان تصنع الغذاء بتاعها. كمان عندها جذر من تحت، الجذر ده اللي بيبقى موجود تحت الأرض خالص، الجذر ده شكله وتدي، وتدي يعني شبه العصاية الرفيعة قوي، الجذر ده بيقعد ينزل ينزل تحت الأرض عشان يقدر يمتص المية ويمصها ويشربها من تحت الأرض. عارفة ممكن ينزل قد إيه؟ ده ممكن ينزل 35 متر عشان يقدر يمص المية. كمان في نص الشجرة في الجذع، الجذع اللي بيوصل المية من الجذور اللي تحت خالص لغاية الأوراق اللي فوق، يعني الجذع اللي في نص الشجرة ده كمان بيقدر يحافظ على المية. يبقى عندنا الأوراق من فوق والجذع من النص والجذور من تحت خالص، كل ده بيقدر يحافظ على المية ويخلي الشجرة تقدر تكبر وتبقى طويلة جدا. طب قوليلي، ازاي الشجرة دي تقدر تحافظ على نفسها عشان الحيوانات ما تاكلهاش؟